واحد رفع لنا سؤال بيقول انا ذاهب عمره فماذا افعل؟ وماذا انوي؟ طيب يعني يعني اتظن انك تسال سؤالا عبر البحار لنشرح لك تفاصيل العمره اظن هذا متاح لك مع اي مفتي قريب مخالط لك عن كثب بارك الله فيك لكن كرامه لك وتقديرا لارسالك للسؤال سالخص لك المساله يا رعاك الله أولا أن تتهيأ للإحرام. بالاغتسال والتنظف والتطيب وبالتجرد من كل ما كان مفصلا على قدر البدن أو على قدر عضو من اعضائه من الملبوسات كالقميص والسروال والعمامة والخف والجورب ونحوه خلي بالك التهيأ للإحرام غير الإحرام كالفرق بين التهيئ للصلاة بالوضوء والسعي اليها والدخول في الصلاه الذي لا يكون الا بتكبيره الاحرام، الصلاه تحريمها التكبير والنسك تحريمه ان ان تدخل في النسك عند محاذاه الميقات، تقول لبيك اللهم عمره عندما تحاذي الميقات. بعد هذا ياتي <applause> ان تحرم في ازار ورداء ونعلين عند محاذاه الميقات يستحب ان يكون الاحرام بعد صلاه ثم ترفع صوتك بالتلبيه عقب احرامك فاذا عقد احرامك امتنعت عن محظورات الاحرام كافه اذا بلغت البيت ابتدات الطواف من الحجر الاسود تجعل البيت على يسارك مطبعا ما معنى للطباع ان تجعل وسط ردائك تحت عاتقك الايمن وان تجعل طرفيه على عاتقك الايسر ثم تستلم الحجر وتقبله ان استطعت بغير مزاحمه والا اكتفيت بالاشاره اليه ثم تطوف سبعا ترمل في الثلاثه الاولى من طواف القدوم وتمشي على عادتك في الاربعه الباقيه الرمل اسراع في المشي مع تقارب الخطى كلما حاذيت الحجر الاسود اشرت اليه وكبرت. ان عجزت عن استلامه مباشره. وبين الركنين بين الركن اليماني والحجر الاسود الذكر الماثور ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. تكثر في طوافك من الذكر والدعاء فاذا انتهيت ركعت ركعتين خلف مقام ابراهيم ان تيسر لك ذلك والا صليتهما خلف في اي مكان من الحرم يتيسر لك وهذا الطواف هو طواف القدوم او وهو طواف العمره حتى لمن احرم بالعمره متمتعا بها الى الحج. انت فرغت الان من الطواف بقي ركن اخر السعي. تتجه الى السعي بين الصفا والمروه فترقى على الصفا تستقبل القبله تكبر ثلاثا تدعو ثلاثا ثم تنزل من الصفا تمشي الى العلم الاخضر ثم تسعى سعيا حثيثا ما بين الميلين الاخضرين ثم تمشي حتى ترقى المروه فتستقبل القبله ثم تقول على على المروه ما قلته على الصفا تمشي في موضع المشي وتسعى في موضع السعي تبدا بالصفا وتختم بالمروه الى ان يتم لك سبعه اشواط واكثر من الدعاء والذكر فيما بين ذلك ثم تتحلل من عمرتك بالحلق او التقصير وبهذا تكون قد فرغت من نسكك بارك الله فيك واسال الله ان يتقبل عمرتك وان يجعلها في ميزان حسناتك ان شاء الله اللهم امين.